شوريا بترجاك روح، بترجاك إذا إلي خاطر عندك، إذا أجوا الشرطة وأخذوك من وراي أنا ما رح كون منيحة أبداً. رح روح تكرمي. انت بكيتي كتير كرمالي، وهلأ رح تعرفي قيمة دموعك عندي. ما هيك أنا بوعدك إني رح قلك اللي إجيت مشان أقوله، بس يخلص الاحتفال وما رح خاف من أي حدا. حتى أنك قدمتي الأكل بمثل هيك مكان، لهذا السبب ما في ولا أمر تقييد ممكن أنه يمنعني التقي فيك. بشوفك. شكراً. بتمنى الخير والسعادة للجميع. شوريا شبك؟ اسفة. ولا يهمك. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से. انا ما قلت لك انه باخر اليوم بدي اشوفك منشان احكي اللي جواتي؟ ما قلت لك انه في شيء ما حكيته؟ मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से. ليش كل هذا؟ هذا كله منشانك. هاي لحظه مميزه وبدي أعبر لك فيها عن مشاعر. تیری محبت سے سانسیں ملی ہیں صدا رہنا دل میں قریب ہو کے. ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے چرایا ہے میں نے قسمت کی لکیر. جیت لأقول اللي ما قدرت أقوله بصالة السينما. انت ما رح تحكي اليوم، انت بس رح تسمعي، رح تسمعيني انا. انت بتعرفي قديش انا بحبك، خططت لكل هالشي اليوم
لأنه بدي إياكي تفهمي مشاعري وتعرفي إني رح ضل حبك طول حياتي وللأبد. بهدليني مهك، تمسخري علي، بس لا تبعدي عني. صرت مجبور على طول إني ضل لاحقك، وبوعدك ما رح وقف حتى إذا أكلك كان ما بيتاكل. أنا مجبور إني أكل منه، وبدون ما أحكي ولا كلمة، ورح أطلب منك السماح. أنتي ما شفتي مني إلا عصبيتي، وهلأ رح تشوفي حبي. مهك، بوعدك إني رح ضل حبك لآخر نفس بحياتي. بحبك مهك، أنا بحبك. تقبلي تتزوجيني مرة تانية؟ خالفت القانون وحجزت كل هذا القطار وزينته بس مشان تشوفني أنا؟ مهك، اللي أنت ما بتخاف يعني؟ ما بيهمك شو بيفكروا الناس؟ أكيد في غلط فيك. لما كرهتني لأبعد حد، وهلأ حبك تحول وصار كتير كبير. ليش؟ مهيك رجاء، لو سمحتي اسمعيني. مهيك أنا بحب شوريا. بظن أنه أنت ما بتعرف شو يعني الحب أبدا. لازم الواحد يوثق بشريكه حتى ينجح هذا الزواج. ما بظن أني رح كون قادرة أوثق فيك مرة تانية يا شوريا. أنت واحد مزاجي بقراراته، شو بيصير لو رجعت عن كلمتك مثل ما صار قبل؟ مرة بتغرقني بحبك، ومرة تانية أنت بتتحول وبتصير بس بدك تجرحني. يا شوريا، الحب بيخليك تحس بالهدوء، بس حبك مليان فوضى وضجة كتير. اليوم انت عن جد بتحبني مزبوط، بس شو بيصير اذا بكره بعدت عني؟ شو بيصير اذا بلشت تسيء معاملتي مره تانيه شوريا؟ شو بيصير اذا بلشت تاذي عيلتي مره تانيه؟ شوريا، انا ممنونه لإلك طول حياتي. انت عملت كتير شغلات مشاني، انت انقذت حياتي مو بس مرة، بالعكس. بس انا عن جد بخاف منك كتير. شلون بدي اقضي حياتي كلها مع واحد انا بالاصل بخاف منه؟
ما هيك انتي غيرتيني للأحسن. أنا ما عدت شايف حالي وأناني أبداً، صرت مثلكم. بدي أثبت لك إني بستاهل كون معك. لو سمحتي أعطيني فرصة لأثبت لك حالي. ما هيك شوريا، شو الشي اللي بدك تثبت لي إياه؟ قلي. أول شي بلش تتصرف مثل ما بتتصرف الناس الطبيعية شوريا. مهك اسمعي مهك شارما، قبل ما تروحي ما رح تلاقي اي حدا يحبك اكتر مني. مهك انتي ملكي وما رح ارتاح قبل ما نرجع لبعضنا. بوعدك اني رح ضل حبك لاخر نفس بحياتي. بحبك مهك، انا بحبك. مهك تقبلي تتزوجيني مره ثانيه؟ مهك شارما اسمعي قبل ما تروحي، انت ما رح تلاقي شخص يحبك اكثر مني. مهك انت ملكي وما رح ارتاح قبل ما نرجع لبعضنا. شي هلا شوريا؟ لشو؟ يلا كانتا، يلا امشي ابني، تعال مو هيت. يلا مرحبا، كيفك سنان؟ بلا سؤالي. لك شو هاد؟ ليش متجمعين كلهم هيك؟ شوفي صوري هني. صار شو صاير؟ شوفوا شوريا كنا هنيك. شوريا
اتصل بالشرطة. هذا عم يخالف الاتفاق. حتى الإعلاميين هون ما رح يفلت هالمرة. خالتي أنا بعيد عن مهك وفيك تقيسي المسافة. شكرا أصدقائي لأنكم اجيتوا بوقت قصير. أنا هلأ بدي أقول شي مهم وقدامكم كلكم. كانتا إذا رح يطلع مهك ويعمل مشكلة هون وفضيحة للكل وبهالظرف، وعدك إني كسر راسه قدام الإعلاميين كلهم. أنا بدي إلكن شو هو السر اللي ورا نجاح مطعمي وايت تشيليز. الحقيقة أنا عم أحكي هذا الشيء قدام عائلة شارما لأنه لعبوا دور كتير رئيسي بنجاح المطعم تبعي. هو شو عم يحكي؟ وبشكل خاص مهك شارما وايت تشيليز صار مطعم شعبي بسبب الوصفات اللي كانت طيبة ولذيذة وفريدة كتير. بس الحقيقة هالوصفات هاي مو إلي، هالوصفات بخصوا والدتها لمهك ميرا شارما. يعني أنت بتقول إنك اشتريت الوصفات من عائلة شارما؟ نهائياً أنا سرقت كتاب الوصفات. عم يفتح حاله؟ شو مجنون هاد؟ أنا كذبت على الكل وبعد ما تقربت من عيلة شارما سرقت الوصفات لمطعمي حتى بعد ما سرقت الوصفات مطعمي ما جاب زباين. أنا بعتقد تماماً إنه لينعمل أكل طيب مو كافي اتباع الوصفات، لأنه الواحد محتاج يكون عنده هديك الموهبة لحتى يعمل أكل طيب ويعجب الكل. خططت لسرقة وصفات أمها لمهك بس ما قدرت أسرق مواهبها بالطبخ، ولهذا السبب وصفات أمها لمهك لسه إلها شعبية وشوريا كنا بيحبه. ولهلأ مضطر اعتمد عليهم. بس مهك هي اللي خلتني اوعى على هالحقيقة. الفضل بنجاح مطعمي وايت تشيليز بيعود لمهك شارما ولأمها اللي توفت ميرا شارما ولكل عيلة شارما. أنا بدي أعمل شي مهم لعيلة السيدة ميرا شارما الراحلة لحتى أعوض عن غلطي. أنا أخذت إذن لهذا الشيء من البلدية ومن اليوم هالطريق بهالمنطقة هي رح يكون باسم ميرا شارما. مو معقول. Thank you.
هاي طريقتي لحتى خلت ذكرى والدتك ولحتى عوض عن غلطي. بترجاكي تسامحيني يا مهك. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.